الف مبروك يا حاج. الله يبارك فيك. سمينا ايه؟ يسر. يسر. يسر دي اصلها حدوته كبيره. حدوته فعلا مش كده؟ اكيد طبعا. يسر حدوته عايزه كتاب ينكتب عنك. ليه بقى؟ عشان بركه في حضرتك و10 سنين امها قاعده دخنه بايه وراحت عند كذا دكتور وربنا الحمد لله جابها على ايديك. الحمد لله. مين كده انت بتفكري في ايه؟ بتفكري في ايه؟ ايه الصوابع؟ بقول لك تعمل ايه بس؟ ان مع العسر يسر وان بعد العسر يسر. فيسر جاي. انا مش مصدقه ان بنتي خلفت وجايبه طفله بعد 10 سنين. يعني بامانه 10 سنين وبعد ثلاث مرات حقن الاجهاد وما حصلش فيهم ولا حاجه. صح كده؟ وابتدت رحم مهاجره متوغله وايه؟ والتصاقات ضخمه. وان ممكن بعد كل التاريخ ده يحصل حمل طبيعي؟ الحمد لله الحمد لله البركه في حضرتك. البركه في ربنا. الحمد لله رابع مره ربنا كرمنا وجت بعد 10 سنين. الحمد لله. وانا ما كنتش بلبس نظاره، انا منعيتها عشان هلبست النظاره نظري ضعف. عشان بنتي ما كانتش بتخلف. عايز كذا يعني كذا ساعة عشان يقعد يحكي على الشعور وعلى الفترة اللي عدت عليها قبل حكاية يتقال فيها كتاب وكتاب وعلى الموضوع بتاعنا أصلا إزاي حصل أو القصة بتاعت إزاي أصلا شفتها في المنام وفي الرؤية بتاعتها. موضوع يعني الحمد لله مش قادر يعني يعجز الإنسان بتفكيره إنه ممكن يصدق إنه يحصل لكن وقد كان حصل. كله كويس الحمد لله على السلامة. مبروك مبروك. ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك.